Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous venons avec le Président Sissi de nous entretenir longuement, accompagnés de nos ministres. Et نشكرك هنا في باريس لدليلنا على الصداقة التي تربط بلدينا. ولدينا برنامج حافل بالأعمال، لا سيما وأنك تلتقي بممثلي للوزارات والقطاعات الفرنسية المختلفة، لا سيما لأوساط الأعمال، وهذا لدليل على تمسكنا بالعلاقة الوطيدة التي تربط بلدينا. لقد عمقنا من النقاش والحوار الذي يدور بيننا منذ شهور، وتعقدنا وتجمعنا شراكة استراتيجية في سياق مضطرب، وهذا يسمح بالربط بين أواصر المتوسط وبين ضفتي المتوسط وبربط فرنسا ومصر. أؤكد لكم على تصميم السيد السيسي وتصميم الشخصي بتعزيز العلاقة الثنائية وبتعميق الحوار فيما يتعلق بالأزمات التي تعصف بالمنطقة. أول جبهة نواجهها معا هي مكافحة الإرهاب. فمصر على غرار فرنسا تعرضت لهذه الآفة على مدار السنوات الماضية، وأحيي الدور الذي لعبته مصر، الذي لعبه فخامة الرئيس السيسي ولعبته القوات الأمنية المصرية في وجه هذه الآفة. وأمن مصر متصل مباشرة بأمن فرنسا، وأعرب لك عن تعزية الحارة للهجمة التي تعرضت لها القوات الأمنية في مصر قبل بضعة أيام، وهي تحارب الإرهابيين الذين يتواجدون في الأراضي المصرية. هذا النضال نقوده معا على مستوى المنطقة، وسوف نساعدكم فيه في الأراضي المصرية. لقد تناولنا كذلك الوضع في ليبيا والوضع في سوريا، وتجمعنا إرادة وشراكة للتحرك والعمل بشكل وثيق ومواجهة كل العناصر المقاتلة تحت داعش أو القاعدة أو كل الحركات الإرهابية الناشطة في المنطقة، وذلك حتى نتحاشى تعزيز هذه القوى وتنقلها في المنطقة. سوف نعمل معا في مواجهة هذه الأزمات الإقليمية، وسوف نعزز من عملنا الدبلوماسي في مختلف أرجاء المنطقة حتى نضمن سلامة الأراضي واستئصال هذه الحركات المتطرفة الإرهابية. على هذا النضال ألا ينحصر على البعد العسكري، بل هذا نضال من حيث الإرادة والضمير، حتى نرسي بيئة آمنة وسالمة في بلداننا علينا أن نضمن احتراما كاملا لحقوق الإنسان، وهذا موضوع تناولناه كذلك. وفي إطار مكافحة الإرهاب لابد من ضمان مجتمع مدني ونسيج اجتماعي متنوع وحر، وهذا خير ردع ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة. هذا ما قلته للرئيس السيسي. نحن بأمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لهذا الحصن الرادع الذي يمثله المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وعلينا أن نناضل فكريا ضد هذا التطرف العنيف والإرهاب. أتمنى أن ينجح الرئيس السيسي في كلا النضالين، النضال على مستوى تكريس الديمقراطية وعلى ضمان الأمن، وفرنسا سوف تسانده في هذا الدعم. كذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لابد من ضمان التنمية الاقتصادية، وفرنسا مصممة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته الحكومة المصرية وشرعت به قبل سنتين. وفي هذا المجال فرنسا تقف إلى جانب مصر من أجل النهوض بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهذا الدعم يتجسد في عمل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والتي
تعمل على تطوير مشاريع صاحبة الأولوية بالنسبة للسلطات المصرية، منها الطاقة والضمان الاجتماعي. وكان حصاد عمل الوكالة الفرنسية الإنمائية إيجابي جدا، ومثلا أكثر من ملياري يورو في مصر، وسوف تواصل هذه الوكالة عملها وسوف نتابعه عن كثب. إلا أننا نرغب في توسيع هذه الجهود، وسوف نواصل في دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين بلدينا. ويسرنا أن نرى أن حجم التبادلات الاقتصادية قد ازداد على مدار السنة الماضية، وفرنسا من شأنها أن توفر مساعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في النقل، السكك الحديدية والطاقات المتجددة. وغدا سوف تحضر فطور عمل في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وسوف تتناقش مع وزير المالية بشأن آفاق عمل الشركات الفرنسية والتعاون الواعد، وهذا يبعث على تفاؤل. من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، سوف نرسل بعثة ببداية 2018 ويرأسها الميداف، حركة أرباب العمل في فرنسا، وسوف يركزون على مشروع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. وأعرف أنك متمسك بنجاح هذا المشروع، لأن هذا مشروع واعد لمختلف الآفاق الاقتصادية، وهو مشروع يكتسي دلالة ورمزية كبيرة، ويذكر بأن العلاقات التي تربط فرنسا بمصر هي علاقات تاريخية وتشتمل على مختلف المجالات العلمية الفنية الجامعية، وليس فقط الاقتصادية. وكلانا ملتزم للنهوض بهذه العلاقة، وسوف نوقع على اتفاق نوايا في الميدان الثقافي، وهذا الاتفاق سوف يسمح بإطلاق عدد من المشاريع الرائدة. وبمناسبة مرور 150 سنة على إنشاء قناة السويس، وهذا التاريخ سوف يقع في 2019، بمناسبة هذا الذكرى، فإننا سوف ننظم باقة من الفعاليات في كل من مصر وفرنسا. كذلك فإننا ندعو إلى تعزيز التعاون على المستوى الجامعي بين فرنسا ومصر، من خلال تعزيز أعمال الجامعة الفرنسية في مصر وتعزيز التبادلات الطلابية وفتح دار لمصر في الدار الطلابية الدولية في باريس. وأحيي هنا قرار الرئيس السيسي بتنظيم مؤتمر للشباب في القاهرة في بداية نوفمبر تشرين الثاني. كذلك نحيي نشاط مصر في إطار المنظمة العالمية للفرنكوفونية، وكلنا ملتزم لأجل إعادة إحياء اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وإشعاعها في العالم. كذلك تطرقنا إلى عدد من الملفات الإقليمية وأذكرها بسرعة. بالنسبة لليبيا، عدت وكررت رغبتي في مواصلة ومتابعة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة وخارطة الطريق المرتقبة، والتي من شأنها أن تسمح بتنظيم انتخابات ويتمخض عنها استقرار أمني وسياسي في ليبيا. كلانا يرغب في دعم هذه العملية، وكلانا يعي ضرورة متابعة ظواهر الهجرة في مختلف أرجاء المنطقة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات في هذا الصدد في شهر آب الماضي. وكل من فرنسا ومصر سوف تتعاونان بشكل وثيق من أجل تحاشي أي تنقل للمقاتلين الإرهابيين في إطار مواجهات الهجرة. وكذلك بالنسبة للملف السوري، فإننا سوف نعمل بالشراكة الوثيقة، ونهدف إلى ضمان الاستقرار والاستقلالية وضمان عودة السلام إلى سوريا وضمان انبثاق
هيكل سياسي وبنية سياسية تسمح بتمثيل جميع الأقليات في سوريا. نرغب في مواكبة هذه العملية في سياق دولي يسمح باستئصال كل أشكال الإرهاب المتطرف الديني ويسمح بإحلال السلام الدائم. أعود وأشكر الرئيس السيسي على زيارته إلى باريس، وأتمنى أن تكون هذه مناسبة سانحة للدفع قدما بعلاقاتنا الثنائية وتعاوننا الإقليمي. ومن خلال اللقاءات التي سوف يجريها، أتمنى أن يحسن فهمه لفرنسا وإرادة فرنسا بمواكبة مصر ومواكبة كل الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة. وأؤكد لك على وثاقة علاقتنا. فخامة الرئيس.